شكرا بدال الحضور. حاليا الحمد لله من قبل اللي كانت شويه الامور صعيبه، يعني كان شيء مفاجئ، واحد الوقت قلبي كيضرب واحد السرعه، وانا قلت يمكن تكون مرحله عاديه ولا حاجه عاديه راه، لكن تعاود تكررت نفس الحاله. الشيء اللي خلانا انا والاسره نجي للمصحة في الوقت اللي دخلت كانت الامور شويه صعيبه عندي، لان الشكل باش كان كيضرب القلب بواحد السرعه كبيره، يعني الله يستر كانت كما قال البروفيسور تؤدي لسكته قلبيه. ودوز الانعاش في ذاك الليله، والغد الصباح ان شاء الله دار العمليه الطبيب، وكانت عمليه جميله، يعني دارها بواحد الاسلوب حضاري جديد بالنسبه للتقنيات الحديثه الطبيه، والحمد لله دابا انا مزيان، يعني الحمد لله نسبيا يعني احسن من قبل ألف مره. الحمد لله. يعني ربما شنو قال لك يعني الدكتور على العمليه؟ ربما هي العمليه كاين شرايين اللي كانوا ديال القلب اللي كانوا مسدودين، ودار هو العمليه يعني بشكل اخر على اللي معتاد، يعني جراحه قلبيه ولا هذا، ودارها بهذا الاسلوب الجديد اللي يعني كيعتمد فيه على الالات الطبيه الحديثه، وعلى ودار كل شيء من اليد، كل شيء داروا من دراعي، ويعني دار داك الشيء بحرفيه عاليه طبيه، يعني هذا الشيء كيشرفنا والحمد لله في بلادنا، والاطباء والبروفيسورات ديالنا ولاو في واحد المستوى عالي يعني عالمي، وهذا اللي كيخلينا نطمنوا على صحتنا وصحه وليداتنا في وطننا. الحمد لله. كيفاش كتحس براسك دابا ربما من بعد الاجراء العمليه؟ مزيان بعد الاجراء العمليه، يعني كل شيء مزيان لحد الساعه، كل شيء مزيان. تبارك الله على المغاربه كاملين، يعني ربما هضروا على الموضوع ديالك بخصوص الحاله الصحيه ديالك، كرساله ليك ربما. الحمد لله حالتي الصحيه مزيانه، وكنشكر كل من سول فينا وحتى اللي ما سولش فينا ليه الشكر، يعني المحبه لله كما تيقولوا. سولوا فينا بعض الاصدقاء، سولوا فينا مسؤولين ديالنا في القطاع، جاوا زاروني هنا، والحمد لله الامور راها بخير وانا بخير، وكنشكر كذلك المصحه على الخدمات ديالها، يعني ناس اللي مؤدبين مبردين في مستوى يعني انساني كبير، والحمد لله يعني صادفتنا الظروف يعني بعد ذاك الغبنه ديال المرض صدق كل شيء، يعني بالعكس صدق كل شيء هدوء وفرح وراحه، والحمد لله الساعة. شكرا جزيلا. العفو، وشكرا لكم انتم اللي دائما في جنة وبسندنا، كتوصلوا صوتنا ويعني كتعطيوا اخبارنا اللي كيبغيونا واللي ما كيبغيوناش. شكرا لكم، شكرا على الزياره، وشكرا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.